ولا رئاسة الجامعة ولا المخزن. تطور ختم مع هي الحاجة. فاش كتقول بأن الساعة الطلابية تقتضي إلى إغلاق الجامعة؟ واش تقول في الدراسة 4 أيام حرمتوا الطلبة من القراية بسبب نشاط في فلسطين؟ وتعاملتوا مع الأسد كأنه خطير؟ وتعاملتوا معه بحال محوالة بدون عقد اللقاءات مجلس الكليات المنتخبة ومجلس الجامعة باش يتخذ قرار واش القانون؟ راه حنا القانون، راه حنا ولاد القانون. كنعرفوا شنو هو القانون. القانون ديال الأصفاد صاريبو راشيدي. ما تجيش مش معي.